المقاومة فكرة شرعية جدا وطبقا للقانون الدولي هي مشروعة. نعم. طالما في احتلال في مقاومة، في مقاومة، فأنت ازاي تعطي الحق لصاحب الاحتلال بالادعاء انه يقاوم، انه بيدافع عن حقه الشرعي في الدفاع عن النفس؟ فين ده؟ هل عند الغرب مين؟ زي ما سيادتك قلت من شوية أجرم لما هم اللي ادوهم ده وقالوا حق الدفاع الشرعي من أول طبعا، لحظة؟ وده من أول لحظة، من أول لحظة كان ده السبب نوصل لل يا أحمد، ده احنا في 34,000؟ مناقشاتنا هنا مع الغربيين جوه هذا المبنى وفي وزارات الخارجية العربية، وأنا أعلم لأني بتلقى تقارير عن كل هذه اللقاءات، كان بيتقال هذا الكلام عيني عينك كده لهم. تبينوا بقى هذا خطأ اللي عملوه، بس ايه، بعد ما اتدمرت غزه كشفوا حجم الجريمه الاسرائيليه. لكن الفكر الغربي والفكر الاسرائيلي في حق فرض اسرائيل على هذه المنطقه ده امر منطقي جدا بالنسبة لهؤلاء. لقد أجرم النازي في حق اليهود، وعلينا أن نكفر عن هذه الجريمة بالتأييد الأعمى لإسرائيل. هو ده الوضع. عشان كده لقينا الألمان زي ما سيادتك بتتكلم كده، الدعم اللي هو بلا حدود، ثم الأمريكان عملوا نفس الحكاية، لكن بدأ هناك بعض التراجع في الفترة الأخيرة في دعم إسرائيل. التراجع ده فتح الباب على حديث للدولة. هل الدولة دي نتاج الاقتناع؟ يعني أنا تلقيت تأكيدات أنا شخصيا من وزير خارجية أسبانيا في هذا المبنى أنه سوف نعترف بالدولة الفلسطينية في مدخل الصيف، وبعدين صرح انه هو والنرويج وايرلندا وسلوفينيا الاربعة دول ينوون الاعتراف دولة فلسطينية بدولة فلسطينية، وحاولهم يضموا البرتغال، بس البرتغال بيقاوم بيقول في الإطار الأوروبي، بيحاولوا مع فرنسا. يعني أقصد في تحول. هو ده بقى اللي بيخلي الإنسان يقول أضرب على الحديد وهو نبني على ده سخن، نبني عليه. يعني ناخد الاعتراف بالدولة، نتحرك فيما يسمى باليوم التالي، نحقق انسحاب إسرائيل من الضفة، من غزة، استحاب إسرائيل من غزة، ننشط السلطة الفلسطينية مرة أخرى كسلطة مؤثرة ذات قبضة في غزة، ندعمها ونتحرك في إطار مشروع قد يستغرق 3 سنوات 5 سنوات 7 سنوات إلى دولة فلسطينية. لأنه الأساس إيه؟ لو أنا بتحرك يعني ساعات الواحد يا أحمد يقول إيه، 7 سنين 10 سنين، أنت مجنون كده أنت؟ أنا كنت في كام ديفيد؟ سنة 78 79، وكنت في مدريد سنة 91، وكان الحديث بيدور على تسوية في 7 سنين في 5 سنين في مرحلة انتقالية في بناء قدرات بناء إمكانيات. ما وكان الواحد يقول لي لسه 5 سنين، لكن أهو كويس، بس على الأقل نبدأ أول الطريق بخطوة.